فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الزواج من الكتابية، هل النصارى الموجودين الآن واليهود يعدون من أهل الكتاب؟ بلا شك هم من أهل الكتاب لأنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، والله سماهم أهل الكتاب وهو يعلم حالهم، فيبقون على أنهم أهل الكتاب إلى أن تقوم الساعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.